امبارح انا طردت صحفية تابعة القناة ال تي بي. مفيش مشكلة عادي. ماشي اللي انت عايزه تحصل عمرك. بص حضرتك انا جاي على الخبر بتاعك. هقول لحضرتك على حاجة بسيطة. احنا منعين الصحافة لأسباب متعددة مش سبب واحد. اول يوم اعتصام لينا صحفية تابعة لشبكة لقناة ال تي بي. صحفية وانا بقولها اهو صحفية تابعة لقناة ال تي بي جت وكانت قالت للناس هنا المعتصمين الناس المحترمة احنا اعتصامنا محترم واحنا ناس محترمين ومطالبنا مشروعة ما بنطلبش حاجة مستحيلة بنطلب عدالة اجتماعية وبنطلب المطالب حقوقنا اللي مسروقة مننا ما بنطلبش طلبات دي حاجتنا اللي اتسرقت مننا احنا بنطلب نستردها دي حاجتنا حقنا المسروق والمنهوب احنا بنطلب نسترده دي حاجة الحاجة التانية انا منع الصحافة لانه صحفية تابعة القناة ال تي بي جات وقالت كسروا الباب بتاع الوزارة وانا اخش اجيبهم لكم من جوه قلنا لها لا احنا ناس محترمين واعتصامنا سلمي مش هنكسر ولا هنعمل راحت متصلة بمدير القناة او اي شخصية في القناة على ما اظن الله تعالى اعلى واعلم ايضا ماشي قالت يا باشا بنفس اللفظ والناس سمعوها يا باشا في هنا وساخة وسفالة وقلة أدب من أمناء الشرطة والناس اللي معاهم عايزين يكسروا مبنى وزارة الداخلية رحنا مصطادين منها التليفون وقافلينه وقلنا لها بكل أدب واحترام حضرتك ممكن تتفضلي تطلعي برا الاعتصام وطردناها برا الاعتصام الأستاذ إبراهيم عيسى بعت لي مراسل قناة معاه 10,000 جنيه عشان يقول الناس دي ناس مأجورين وتم القبض عليه هو حاليا في احد اقسام الشرطة في اسم شرطة عابدين تم تسليمه لاسم شرطة عابدين اي حد يقول لك الناس دي مأجورين لا انا راجل امين شرطة وشغال في مديرية امن القاهرة وكل بني ادم موجود هنا بني ادم محترم جاي هنا عشان يسترد حقه المسروق ونطهر الوزارة لأن تطهير البلد دي يبدأ من تطهير وزارة الداخلية لما طهر وزارة الداخلية بالتالي البلد هتنضف لأن الناس دي ليها فلول برة كل ضابط يعرف له عيلين مسجلين برة بيقدر يحركهم بيدمروا حياتك انت وحياتي ابني وابنك انت بتنزل من بيتك متهدد وخايف على اهل بيتك انا بنزل وخايف على اهل بيتي سبع عيل مسجل عيل بلطجي يبهدل الدنيا فاحنا ننظف وزارة الداخلية من مساعدين حبيبي العدلي انما شخص اللواء منصور العسوي فوق راسنا راجل محترم بس للاسف يا ريت بنتمنى من الله انه قرارات سيادته تكون حازمه شويه احنا بنطلب عداله اجتماعيه ما بنطلبش حقوق كده والسبب اللي حضرتك سالتني عليه بتاع الصحافه قلت لك عليه بالنسبه للاستاذ ابراهيم عيسى والاخ محمد علوي بتاع القناه الاولى التلفزيون المصري نزل معانا وقف خد اللي هو عايزه مننا بالكلام وكلامنا المحترم راح القناه بتاعته حرف الكلام اللي احنا قلناه قال دي ناس مأجورين وناس يعني ناهيك عن اللي قاله احنا انضف من ان احنا نذكر الالفاظ اللي قالها يعني احنا ناس اتربينا على طبال اهالينا الراجل ده ذكر كلام احنا ما ينفعش نلفظه لانه احنا اتربينا ربايه محترمه ما ينفعش ان احنا نغلط حد ولا نهين حد اعتصامنا سلمي ومطالبنا مشروعة ومحترمة وهنفضل محترمين بس نتمنى من الله ان سيادة الوزير يبص لنا بنظرة الاب مش اكتر من كده ولا هيجي عليك الدور علي صور السجن وعلي سطح يعلى ومش
هنخلي، صوتنا يعلى ومش هنخلي، صوتنا يعلى.